حضرتك في شهادة أمان. شهادة أمان سمعنا عنها، يعني حاجة كويسة اللي قال عليها الرئيس دي. أحلى حاجة عملها والله، أحلى حاجة نعملها والله، يا رب كده تمام وممتازة جدا. حافظ عليك كشخص وتحافظ على أولادي وتأمن لهم مستقبلهم. كويس، حلو، هتساعد برضه. لسه ما عنديش فكرة بيها بس سامعة عليها. هي حلوة؟ لا كويس، الله ينصره. حاجة حلوة والله، وحاجة كويسة للبلد، وحاجة تمام يعني. بتساعد ناس فقراء كتير، يعني زي ما أنت شايفة في ناس برضه محدودة الدخل، ما فيش دخل بتجيلها. يشكر هو، بص على الطبقة الغلابة فعلا هي مقبولة لي، متشكرين لي. بتساعد طبعا. طب انت اشتريتها ولا تشتريها ولا ايه؟ لا انا سمعت عنها بس لسه هروح البنك اروح اشتريها. لسه ما عملتش، اروح اعملها. انا لسه ما اشتريتش بس ان شاء الله اشتريها يعني. ان شاء الله اروح اشوف اجيبها ولا ربنا يسهل. اروح اجيبها. ان شاء الله هحاول اشوفها في ثاني مكان واروح اعملها باذن الله. ده لسه عامله. ابني شغال يوم بيوم كهربائي، يروح يوم ويقعد يوم. يقولوا شغله يروح يركب لنده، ما يركبش لنده وقاعد، ما فيش شغل ولا مشغله. عمل كده للشباب، ربنا ينصره ويخليه وينصره على من يعاديه.